في الأول من أيار مايو نشرت المونيتور أن واشنطن لا يمكن أن تؤكد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا، فيما أكد أردوغان وبشكل حاسم وحازم ونهائي عن قتل مخابراته لزعيم التنظيم أبو الحسين الحسين القرشي، وأن اغتياله جاء بعد مراقبة منذ مدة طويلة. وقال الأمريكيون: لا نستطيع تأكيد لأن ليس لدينا معلومة تؤكد ذلك، والإيميل موجود ونشرته المونيتور في حينه، مما جعل الشك يطاول الرواية التركية بأن لا وجود لأي حالة اغتيال وأن الاغتيال حكراً على الأمريكيين. وبعد 4 ساعات من الغارة قرب عفرين تأكد الاغتيال، وهذه المنطقة كما هو معلوم تحت إدارة مجموعات مسلحة قريبة من تركيا على بعد 15 كيلومتر عن الحدود. بعدها مباشرة وقبل ساعات من الآن نشرت المونيتور ما سمي بتحدي الأمريكيين الذين لم تكن لهم معلومة، كما قيل في الأول من أيار، يرشحون أن تكون فقط تحرير الشام، حياة تحرير الشام هي التي اغتالت قائد تنظيم الدولة، ويتحدون تركيا بإثبات مقتله عبر هذه المخابرات، مخابرات التركية، ويتحدون تركيا إثبات مقتله عبر مخابراتها، وترشيح حياة تحرير الشام فرع القاعدة كما في بيان داعش في إدلب. وأبو حفص للإشارة هو الذي عوض مباشرة أبو الحسين، أبو حفص الهاشم القرشي، خليفة الآن لهذا التنظيم. تركيا للإشارة فقط لديها 10,000 جندي في هذه المنطقة الحساسة والتي قتل فيها زعيم التنظيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. مهم جدا الإشارة هنا إلى ترتيب استخباري واضح يحاول إبعاد أردوغان عن محاربة داعش، بل وهناك من يورد له اتصالات وأيضا نوع من الهدن أو بناء تفاهمات مع هذا التنظيم. لذلك فأردوغان لا يمكن أن يقتل زعيم داعش، هذا هو التصور الذي لدى الأمريكيين ويجب حجبه تحت أي ظرف. وهنا لا بد من التذكير أن الأمر لا يتعلق فقط بمخابرات وعملية خاصة، إنما منطقة فيها 10,000 جندي تركي وعن 15 كيلومتر فقط عن الحدود التركية، ومدججة كاملة باسم تركيا للتنظيم الذي سمي أنه اغتال، لأن داعش أشارت إلى حياة تحرير الشام وحملته المسؤولية دونا عن مخابرات تركيا. ورغم أن الفاعل المحتمل والمؤكد حسب أردوغان مخابرات تركيا، فإن التنظيم يشير إلى الفصيل الذي اغتال، والذي يمكن أن يكون هناك ثأر ما بين هذين الفصيلين. إذن الأمر يتعلق بأخذ ثأر لدم الخليفة السابق، وبالتالي فإن ما يجري الآن أن هناك حسابات فصائلية، حسابات من داخل الرقعة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بفرع القاعدة والمسمى حياة تحرير الشام، أي فرع القاعدة في إدلب تقريبا وفي سوريا عموما، وهناك داعش. إذن الحرب المتواصلة ما بين القاعدة وما بين داعش أو تنظيم الدولة لا يزال متواصلا، ويجب أن يتواصل مع أبو حفص هذا الخليفة القادم. لكن هذا الحساب يريد أن يركب عليه الأمريكي من أجل تأكيد شيء آخر، أن أردوغان لم يقم بالاغتيال، وأن أمر الوصول إلى زعيم داعش
كان عبر فصيل آخر. صحيح أنه قريب من مخابرات تركيا وقد يتحرك باسم مخابرات تركيا، ورغم ذلك لا يجب أن ينسب إلى المخابرات التركية مثل هذا الإنجاز، لأن هذا الإنجاز يجب أن يكون حصرا على الأمريكيين. ومجرد أن تركيا حاولت في الفترة الأخيرة أن تخوض حربها مباشرة ضد الإرهاب بين قوسين أو ضد داعش على وجه التحديد، وما بين التوجه الآخر الذي يجعل من تركيا جزءا من الإسلام السياسي الذي يمكن أن يكون متحالفا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذا التنظيم. في واقع الأمر أن التطرف الذي يمكن أن يقال عنه بأنه الأكثر قربا لبعضه، أقصد القاعدة وتنظيم الدولة، الآن فيه ثأر أبدي ما بين الفصيلين. هذا يعني أن الإسلام السياسي بين قوسين ووصوله إلى تأمين داعش، ورغم أن داعش ليس هناك بينها وما بين أقرب الفصائل إليها سوى هذا الثأر الذي ذكر به آخر بيان لداعش، هذا كله يعني الكثير بالنسبة للمخابرات التركية في نسختها الجديدة ومع كالن. وهذا معناه أن هذه المحاولة التي يقوم بها الآن الأتراك ومحاولة إفراغ مهمة الأمريكيين من أي فعل حقيقي على الأرض، ما دام أن الأتراك هم الذين وصلوا إلى زعيم تنظيم الدولة من جهة، وأيضا هم الذين يقاتلون ضد الأكراد المتحالفين مع أمريكا، وفي نفس هذه اللحظة نجد أن الأمريكيين الآن وانطلاقا من الساحل يتفاوضون وأيضا يدعمون ماليا لتصفية جنود النيجر، ويعد الآن تنظيم القاعدة والدولة جزءا لا يتجزأ من حسابات الساحل تحت اليافطة الأمريكية. معنى ذلك أن محاولة توجيه هذه الحسابات المتميزة في كل منطقة، في كل منطقة لها حساباتها ولديها أيضا معادلاتها، وبالتالي فإن المحاولة الآن من أجل التقارب الأمريكي مع هذه التنظيمات وسكوت أمريكا وعدم معرفتها لهذه التنظيمات، والآن يحاول جهد الإمكان الأمريكي لانسلاخ من معركته ضد الإرهاب في سوريا من أجل المزيد من التقارب مع القاعدة وداعش في النيجر وفي غيرها من أجل حسابات توحد التنظيم المتطرف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد ما سمي بالطغمة الانقلابية الحاكمة في نيامي. كل هذا يجري حالياً وأمام الجميع محاولة التغطية على هذه الصفقة المفروضة. الأمر لا يتعلق أبدا كما في حسابات رياضية، الأمر ليس كذلك، الأمر يتعلق بلقاء المصالح، يعني أن هناك العدو المشترك بين القاعدة الآن وما بين داعش والأمريكيين والفرنسيين الطغمة الانقلابية الآن في نيامي. ولهذا نجد أن جميع المخططات تتآلف مع بعضها للوصول إلى نيامي. إذن العملية الآن عملية استنزافية بالأساس، وأهم من كل هذا هناك من يرغب حالياً في الوصول إلى طرد تركيا من ليبيا. عبر ماذا؟ عبر القاعدة وعبر داعش، وهذا تطور استثنائي. نرى أن هناك لقاء سريا ما بين التنظيم في سبا جنوب ليبيا وما بين
مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية ويوضح هذا الوضع أن هناك صورة ملتقطة إلى الآن يجب التحقيق فيها أكثر لمعرفة إلى أي حد اليوم هناك حرب مباشرة ضد مصالح تركيا في ليبيا عن طريق الروس وأيضا الفرنسيين. ولو قدر لغرب ليبيا أن ينسحب الأتراك نهائيا فإن هذه الوضعية اليوم قد تدفع مباشرة إلى هضم طرابلس سريعا. لم يعد هناك خط أحمر في الوصول إلى طرابلس، هذا هو الشيء المؤكد. الأمريكيون الآن يرغبون في إبعاد تركيا ولو أدى ذلك إلى حمام دم، هذا هو الشيء المؤكد الآن. لأن الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من النيجر الآن فيه تفاهمات جزائرية تركية بخصوص منع الضربة الجوية الفرنسية وتأجيل الضربة المحتملة من قادة إكواس، وهذا هو الشيء الذي أصبح الآن على الطاولة لأن لا دعم إقليمي لمثل هذه الضربة. إذن لدينا هذا التطور، والتطور الأساسي المانع لمثل هذه الضربة الأتراك في ليبيا والجزائريين كانوا واضحين منذ البداية بشأن رفض أي عملية عسكرية ضد النيجر أو أي بلد هناك. في المقابل سنرى أن الفرنسيين والأمريكيين يودون شن حرب في غرب ليبيا، هذه الحرب ستكون ضد كل مصالح تركيا. هذا يعني الكثير لأن أنقرة تمثل وجها للعالم الإسلامي خصوصا بعد التحالفات الأخيرة ما بين تركيا وما بين الخليج، ما بين تركيا وما بين إيران، وفي ضوء التقارب الإيراني السعودي الذي قد ينتهي إلى زيارة رئيسي إلى الرياض، وهكذا ستتغير المعادلة بشكل كامل، فأردوغان في السعودية وإلى رئيسي في السعودية، وهكذا قد تصنع مرة أخرى معادلة جديدة ينقل فيها أردوغان الخارطة إلى السعودية في أكثر من مجال. فبالنسبة لتركيا لا ترى مانعا من القيادة المباشرة للعالم الإسلامي ومحاولة حل الإشكال الليبي وغيره من الإشكالات الأخرى بما فيها حرب اليمن. حرب اليمن والحرب في ليبيا ما بين أشقاء الشرق والغرب وأيضا ما بين المعارضين ومقاتلي أنصار الله الحوثي، كلا الملفين الآن يريد أردوغان حسمهما من داخل طاولة التعاون الإسلامي، وهذا الذي أشار إليه وبشكل مباشر في زيارته ولقاءاته في المملكة العربية السعودية. وأي رغبة في أن تكون المعادلات، تركيا لا ترغب إلا في إبعاد فرنسا عن المنطقة كما تريد الشعوب تماما. لهذا فنفس النفس الذي يدفع إلى انقلابات في الساحل نفس الأمر يحدث أيضا مع ليبيا ومع غيرها. وهناك تحريك للورقة المصرية في مقابل تركيا الآن، لكن مع ذلك المخابرات التركية تود وبشكل مباشر أن تكون للمملكة العربية السعودية وللقمة العربية وللتعاون الإسلامي ما يفيد تماما الوصول إلى حلول لحربين لا بد أن يغلق قوسهما في ليبيا واليمن. وهذا تطور استثنائي يجعل من الوجود التركي في ليبيا ليس أكثر من شيء واحد، إبعاد فرنسا والغرب عن إعادة ليبيا إلى ما كان عليه الوضع قبل 2014 وبعد 2014 مع الجولة الثانية للحرب الأهلية.
هذا الذي يريده الأتراك الآن. وبالنسبة لإعادة تأطير الوضع الشامل ومحاولة المخابرات الأمريكية الآن الاقتراب بشكل أكبر من القاعدة والحوارات مع قادة منها وتحويل هذه الحرب إلى حرب ضد تركيا، هذا كله يجري الآن في صبها وفي جنوب ليبيا. وأيضا هذا هو المهم في مدى التشكيك الذي قالت به المونيتور، وفي واقع الأمر هو في إدلب وفي كل المناطق السورية في شمال سوريا. هذا كله يعني الكثير بالنسبة للعبة المخابرات الأمريكية الآن. والوصول إلى حوار تريده المخابرات التركية مع كامل الأطراف، لأن المهم اليوم هو المزيد من حقن الدماء والتفكير في معادلة مقبولة تسمى تسوية شاملة مع تأمين كامل للحدود المشتركة مع سوريا، دون الخوض في أهداف أمريكا في وصول الرصاصة إلى أردوغان، الرصاصة الأخيرة إلى أردوغان، وأيضا إلى انقلابي نيجر ومالي وتراوري. كل هؤلاء الآن هم أهداف لنفس الخطط، أي الوصول إلى إبعاد ما سمي بالأسماء الأربعة غير المرغوب فيها، بل أخطر من ذلك، تريد الولايات المتحدة الأمريكية من تنظيم متطرف أن يكون فيه بيان مباشر في حال وصول أردوغان إلى ليبيا. زيارة أردوغان إلى ليبيا كما هو متوقع لابد من بيان لمحاولة التأثير على أردوغان وعدم زيارته لطرابلس. هذا هو الذي يفكر فيه الآن الأمريكي، ومن الآن صيغ البيان التهديدي من جنوب ليبيا ضد أردوغان في طرابلس. وهذا هو الوضع الدقيق للغاية في شمال سوريا وفي حسابات أمريكا في شمال سوريا وإلى الساحل وفي جنوب ليبيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.